في هذا المكان سقط بعير متفجر على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي وأحدث هذه الحفرة الكبيرة وهذا الدمار الهائل. إذن هذه منازل سويت في الأرض من جراء سقوط برميل متفجر على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمال. واضح أثر الدمار في هذه المنازل. هنا أسطح منازل سويت بالأرض تماما. مدينة اللطامنة 1/3/2015.